قلبه. أطلب منكم أنتم الشباب إذا كنتم حقا تريدون وطنا أن تستمروا في المبادئ التي يناضل من أجلها ويقتنع فيها. ممنونة كل واحد كتب كلمة أو إجا هنا قعد معانا. كل واحد عمل أي خطوة أو هيعمل أي خطوة عشان يفضل اسم لقمان يلمع في الدنيا. أنا هو فاضل في قلبي، وأنتوا شوفوا هتقدروا تعملوا إيه. أنا بحملكم الحمل ده وبشكركم، وقد ما بقدر أساعد أنا بساعد. كان مدرسة لقمان يلي شفناه اليوم هو عيني من مدرسة لقمان، مش رح أقول عايش مشترك، رح نقول لقمان يلي عابر للطوائف وللمناطق، يلي عابر للحدود وعابر للثقافات. أهم رسالة تركها لقمان هي الفكر والعلم والشجاعة. بعتقد قتلوه بكل شيء عكس هيدا الشيء، استعملوا هالسلاح يلي ما بيشبه سلاحه أبدا. نحن موجودين كأمم بحافة حريق يلي هي القلب من ضاحية بيروت الجنوبية. يمكن كان حلم لقمان رجع كلمة ضاحية جنوبية لأصلة ساحل المتن الجنوبي. ما بيعني إنكار كلمة ضاحية، هي لا تكون جزء من لبنان، جزء من هوية كاملة. لا تعزل حالها ولا تنعزل ولا يعزلوها ولا شيء. لما بيقولوا هن أنه صار لكم فترة موجودين عنا، أنه نحن موجودين عندهم، نسيوا أنه هيدي الأرض إلى أهلها وإلى ناسها. لأنه لقمان كان هون وما قبل يترك هاي المنطقة، لأنه جذوره هون ونحن بقيين هون لآخر نفس، يعني رح نكفي عنه لأنه هو بيمثل الفكر. أنا الشيعي يتهمونني بالعمالة للعالم الآخر ويدعون أنني لص يشبههم، أسرق دولا أخرى لأجل مصالح الشخصية. وإذا سألتهم ما العمالة حصروها بك وحدك، وهذه العمالة سوى الأكل والشرب والمال من دولة أخرى على حساب الدولة اللبنانية. أنا الشيعي إذا اختلفت عنهم بلت عميلا وحلل قتلي، مع أنهم يتفاوضون مع عدوهم بكل راحة ضمير. لقمان سليم يمثل هذا الوجه الآخر من التعددية التي يجب على اللبنانيين أن يحتفظوا بها. الطائفة الشيعية تختزن الكثير من صور ونماذج هذه التعددية، لعلها الطائفة الأكثر تعددية لأنها قامت على الفكر الحر. أن تختزل بصورة أو صورتين أو فهذا دمار لها ودمار للوطن. مؤسسة أمم عم تعمل عمل المفروض الدولة تعمله، أرشيف الحرب، ذاكرة الحرب هي شيء كتير كتير أساسي إذا نحن بدنا نقدر نظهر من الحرب. لقمان كان ابن بيئته كمان، ما كان دخيل عليها، بالعكس كان يعتز بجذوره وبثقافته، بس كان عم بينادي بفكر حر. اليوم أنا في شيء أساسي سمعته من الناس الموجودين تحديداً من جيل ما بعد الحرب عن علاقتهم بالمؤسسات الثقافية اللي خلقها لقمان، بمعنى نقاش الذاكرة والحرب الأهلية وعدم تكرار مأساة ملف المفقودين، عدم الإفلات من العقاب، الحكي عن شو صار بفترة الحرب. نحن ببلد يعني قام بعد 91 على مبدأ الإفلات من العقاب وعلى العفو عن المرتكبين وتكرار الجريمة. شغل أساسي من شغل لقمان هو رفض هالشيء وإبقاء الذاكرة حية لمعرفة الحقيقة ولا عدم تكرار مآسي الماضي. لا طمأنينة إلا بالعدالة، لا سلام إلا بالعدالة، لا إمكانية لبنيان أي وطن إلا بالعدالة. نحن ما عم نطلب شيء هالقد كبير، عم نطلب فقط من الذين أقسموا على أن يعدلوا بين الناس أن يكونوا أمام هذه القسم وأمام ضمير. ما أتمناه أن يلهمنا لقمان سليم شجاعته وثقافته وتمسكه بالحرية حتى لو كلفت حياته. الله ينور لهم قلبهم وعقلهم للجميع وتعملوا لبنان اللي كان بيحلم فيه لقمان. فليكن موتكم حياة لطالبيها.